عندنا رجاله كتير جدا جدا، يعني انا تقريبا كل اسبوع بلاقي مطرب جديد، بس احنا ما بنلاقيش بنت جديده تقريبا. انتوا معايا ده ولا انا بقول ايه؟ دي صح ولا غلط؟ قول يا فيصل. ماشي صح ولا غلط؟ انا ما اعرفش والله، يعني انا قعدت كده احسبها مين البنات، يعني الاقي مي سليم اردنيه متحيز للبنات قوي مش عارف ليه. لا هو انا في رجاله خالص ما بنت جديان هو. طب ما فكرتش تعمل ده حلو بينا و... مين قال كده؟ انا اقل فكره مع يسرا تقدر اعملها هعملها، لان هي عندها الفرايتي زي بتعرف تغني الشكلين، بس نلاقي ده احنا بندوخ عشان نلاقي تراك عادي. خلي بالكوا احنا برضو عندنا في فقر، انتوا تعرفوا ان السنه دي يا جماعه كل الاغاني بسم الله ما شاء الله بتاعت كل النجوم لو مش معمولها سبونسر مش هتعدي 2 3 مليون، دي حاجه غريبه. يعني انا لما دخلت اقول لك بقيت اتخض ان في نجوم بدون ذكر اسامي بيبقى مول الاغنيه قبل ما تنزل 40 مليون. يعني ايه؟ ودي بفلوس كتير يعني. فانا ما بقتش فاهم، انا احنا عايزين الاغنيه تنجح لوحدها كده. يعني تمشي لوحدها من غير تتزق طبيعي، اي حد بيعمل اي منتج عايز يروح للناس بيروح من خلال المشاهدات الحقيقيه، المشاهده الحقيقيه دي لما بتعمل سبونسر ده اللي هو الريل، في بقى سبونسر الفيك اللي هو في يوم تلاقي الاغنيه بقت 5 مليون، يا سبحان الله امتى؟ هي دي الحاجات اللي بتعفرتني انا شخصيا. يعني الاغنيه اللي هي عامله 2000 3 بعدها بساعتين ثلاثه بقت 5 6 مليون، والاغنيه عاديه. يعني يا ريت بقى اللي اقول لكم برضه حاجه انا عشتها في اول انتاج ليا، انا اغنيه هوبا دي اول يوم يعني وعامل لها دعايه ولقيت عامله 400,000 او 300,000، لقيت كل بقى زبايننا اللي في المجاليه وين اللي هتلبس ولا ايه، ودخلت بقى في ان انا حسيت ان انا، بس انا كنت يعني اكلم هاني يا هاني عزيز احنا الاغنيه ايه بتعملها؟ قال لي لا ليه ما هي بتمشي، لو بتمشي يا عم انا 300,000. قال لي يا وليد ما هي بقالها 5 6 ساعات. قلت له طبيعي، ما انا مش عارف خلي بالكم، يعني انا عامل منتج كويس بس مش عارف بقى.